مريم في قضية المخدرات دي قالت انها خدت الكاميرا معاها، وده معناه انها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها اي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص هي بتتكلم عنه ده مات او هاجر اصلا، وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما ترد يا نوع، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هل، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قوم يا ده امشي من هنا، قوم امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الأفلام؟ طبعاً، كان كل يوم جمعة بيفرجونا على فيلم الدار وإحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من أفلامك، كنت بقعد أتمنظر وسط العيال وأقول لهم إن دي قبل مريم بنت ماما أمال. هو حضرتك اتفرجتي على كل الأفلام دي قبل مريم؟ طبعاً، أنا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفة فيه قدام كاميرا أو بمثل لازم أكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت وما بزهقش. السينما بالنسبة لي حياة، أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تفرجي على فيلم في يوم؟ يا ريت. طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. أنا عايزة أتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني أشوفه الأول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني إيه ما ينفعش أجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في أي حاجة. طب وإيه المشكلة يعني؟ ما أنا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكرة. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. اقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. امال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه ايه يعني؟ الشنطة يا ست البنات.
وده اللي انتوا طلبتوه. تسلم ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه. تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام شكرا جدا. ان شاء الله بينا نايه بقى. ها؟ يلا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا للاسف. لا براحتك اتفضل. كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ أيوه زكي، خد العنوان ده 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز اعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقه مريم. انا عرفت هي مخبيه الفيلم فين. انا احتمال معرفش اجيلك هنا تاني يا منى. ليه؟ مشغول شويه فرح اختي، وكمان عندي حاجات تانيه بعملها. سلام. الو. ما كنتش عارف انك رومانسيه قوي كده يا منى. مين معايا؟ مش مهم، مع ان شكلك غلبانه وكيوت يعني، لكن اللي عملتيه مع عصام في الفيديوهات اللي ما بينكوا بيقول غير كده خالص. فيديوهات ايه؟ بصي بس وركزي معايا، عشان فضايحك دي ما تتنشش قدام الدنيا كلها، انا عايز منك 200,000 جنيه تتصرفي فيهم بقى انت والامور بتاعك اللي اسمه عصام ده. هكلمك تاني واقول لك اخدهم منك ازاي. ها سلام يا مؤدبه. انت قلت فيديوهات؟ هو في هو انت سجلت الفيديو كولز اللي بينا؟ ها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ يبقى عشان كده كنت هتجنن على اللابتوب اللي اتسرق، وكمان بتقولي مش هتيجي هنا تاني. انا كده فهمت. انت حيوان؟ انت عارف يا عمر؟ منا الايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه كل ما اشرح لك حاجه اقول لك ركزي فيها، ركزي فيها، اجي اسالك فيها ليكي نسياها؟ هنا ايه بطيخ؟ حرام والله يعني. وكمان ماما التعبانه دي الشقيانه اللي بتصرف دم قلبها كده هتزعل وانا كمان هزعل. خير يا مستر عصام؟ في ايه يا منى؟ عايزه تحصلي اخوك الفاشل ولا ايه؟
بصراحة غدا هادم الجيل ده مستهتر جدا.